رذاذ. لو في رذاذ كبير ولا حاجه. انا كان في رذاذ كبير كبير عالي يعني. انت بدات الاول بديه بالالف دي عجاف كده عادي. عجاف. وبعد كده دخلت 3000. وبعد كده دي 3000. وبعد كده اتلمع بقى. وبعد كده اتلمع بخف ميه خفيفه كده وتلمع عليها. يعني بدي وشي تلميع برضه. يلا مش هنفع. وبعد كده اتلمع بقى بولش. وبعد كده اتلمع بولش بقى. ممكن ما تلمعش. لو صاحبها عايزها كده. لا مط الضغط. لا بس منتظم ولا تعمل تسليخ بقى ولا الكلام ده. لا لا حلو. بس الناس بقى اللي ما عندهاش خلفيه عشان خلي بالهم من السوى. السوى. ما تجيش عليها. ما تجيش عليها بال1000 ولا ب1200 ولا الكلام ده. ممكن بال3000 بس ايه خفيف كده. ممكن لو في واحده 5000 نديها كمان. بس الكومباوند ده بيتهيألي بيلمع ال 3000 عادي. يلمع. يعني خلي بالك من الدورنات والسوى في الكومبايات في مش في الغرب. لو تطبيقها حلو. جميله. بقول لك كان في رزق يا دوبك اقل تلميعه تلمعها. كان في رزق. انا بشتغل في الكبوت على تجربه برضه. دي يعني يعتبر دي كده دي اللي شالت الرصاص. يعني ودي بقى بتشيل خربشه دي عشان تلمع. دي بتبلط. بس انا ايه؟ بس انا شلت راس الرصاص بالقطر. عشان يريح معايا ايه؟ ايوه صح. يعني شفت الراس بتاع الرصاص كده بحط عشان انا بتكسر كده. بالتالي لو في 1200 او 1100 كمان. هي دي كانت قديمه اصلا. ايوه. يعني انا اصلا مش هسحب بقيه الشغل. انا هجرب بقى تلميع عليه بعد كده هشوف الدنيا فيها ايه. يعني انا هلمع على كده اخلص 3000 وابدا المع الكبوت اشوف النتيجه عامله ازاي. ازاي السنفره بالميه اللي هي ال 1500 ولا 2500 ولا دي احسن ولا الثانيه احسن. يعني احنا بنعمل دي زي تجربه برضه. لما تدي منها بتبلط معاك الورنيشه بتقززها معاك عشان لما تيجي تلمع ما تاخدش معاك وقت. كنا عايزين نعلي السرعه دي شويه. ما تقلقش. تعالى اهو عادي. حطينا الكومباوند. بسم الله. ممكن الكومباوند. كان في رزاز. اهم حاجه بقى ايه؟ خليك على الحنين كده. ايه ما تخبش؟ ال 3000 خدت معاك وقت عشان ال 1000 حاميه عليها. كمل. لا حلو والله ينور عليك شغال. نجيب لها زبونش 5000؟ لا حلو حاجه. بس حلو ينور. دي التلمعه بتاعت بلاش.